أول تعليق من أنجي خوري بعد انتشار فيديو مع حبيبها في ألمانيا، صورة مسربة تكشف الحقيقة. جايز بدي منكم طلب، بليز بليز إذا بتحبوني ما بقى تنزلوا صوري أنا ومش لابسة حجاب. نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي أنجي خوري صورة جديدة مع شاب على حسابها الرسمي عبر منصة إنستغرام كأول تعليق لها بعد انتشار فيديو لها مع شاب رجح المتابعون أن يكون حبيبها. وفي التفاصيل، ظهرت أنجي خوري وهي تضع الحجاب بطريقة محتشمة مع شقيقها وعلقت على الصورة قائلة أخي الغالي، وتفاعل الجمهور مع الصور وانهالت التعليقات على الشكل التالي: أنت دخلت الإسلام وأخوك خرج بسبب وضع شقيقها الحلق في أذنيه. هذا وكانت قد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية بمقطع فيديو جديد لأنجي خوري برفقة شاب مجهول، وذلك بعد إعلان توبتها وارتدائها الحجاب. وظهرت أنجي في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية في إنستغرام وهي تقوم بترند المياه، إذ ظهر الشاب وهو يحملها بين يديه ويدور بها وأنجي تحمل قارورة المياه. وأرفقت أنجي خوري المقطع بتعليق قالت فيه: جيت أفل الترند. أنت قلبي وتساءل الجمهور عن هوية الشاب معتقدين بأنه خطيبها الذي أعلنت عن ارتباطها به قبل فترة، لتكشف لاحقا من خلال التعليقات بأنه شقيقها وقالت: هاد أخي شو بكون. يذكر أن أنجي خوري بعدما تحجبت وعاشت لفترة في تركيا انتقلت إلى ألمانيا حيث تعيش مع عائلتها. الآن صرت عن أهلي بألمانيا، حبيت أطمنكم عن حالي بس أنا كتير منيحة، بحبكم كتير. وفي وقت سابق ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر خطوبة أنجي خوري، وكشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية أنجي خوري عن خطوبتها كما أعلنت أنها ستتزوج قريبا. ونشرت أنجي صورة لها بالحجاب وعلقت عليها بالقول: أنا حاليا مخطوبة وبشهر أكتوبر رح اتزوج ورح تتفاجئوا مين. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر مهنئين أنجي بخطوبتها، وجاء في أحد التعليقات: والله فرحت لك، ألف مبروك يا رب، الله يتمم كل شيء على خير.